والآن نتوقف مع أهم أنباء الاقتصاد تقدمه لنا فاطمة خليل. شكرا آية كفوري، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف ارتفاع صادرات القطاع بالنصف الأول من 2022 لتسجل نحو 614 مليون و600 ألف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 37%. وكشف التقرير الشهري للمجلس أن قطاع التغليف حقق نموا بنسبة 30% لتسجل الصادرات في هذا القطاع نحو 363 مليون و900 ألف دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022. أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو ارتفاع مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بمصر بنحو 5.5% و2.8% على الترتيب، كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43 مليار و600 مليون دولار مقارنة ب 29 مليار و300 مليون دولار عام 2020. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في الشهر عند 1790 دولار للأوقية، ومحليا سجل عيار الذهب 18 نحو 914 جنيه، أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1066 جنيه وهو الأكثر مبيعا، أما عيار الذهب 24 فسجل نحو 1218 جنيه. بالنسبة للسعر، الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8528 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأمريكية، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 85% إلى 94 دولارا و92 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 53% إلى 89 دولارا والسنت. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.4% لتصل إلى 3.20 دولار لللتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 71% لتسجل نحو 8.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية. رجح مزارعون وتجار أن تؤدي الأمطار غير المنتظمة في مناطق زراعة الحبوب في جنوب شرق آسيا إلى قيام أكبر منتجي الأرز في العالم بخفض إنتاجهم. يأتي ذلك وسط معاناة تعيشها سلاسل الإمداد العالمية متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. يواجه العالم تحدي جديد من تغيرات مناخية متمثلة في الطقس السيء الذي يهدد سلاسل الإمداد العالمية من المواد الغذائية، ويهدد الطقس السيء أكبر الدول المصدرة للأرز في آسيا بخفض إنتاج أحد أهم الأغذية الرئيسية في العالم وتأجيج تضخم أسعار الغذاء الذي يقترب من مستويات قياسية. وتواجه البلدان المصدرة في آسيا التي تمثل نحو 90% من إنتاج الأرز العالمي سوء الأحوال الجوية الذي قد يغير منحنى أسعار الأرز لأعلى مستوى وفقا للتجار والمحليين. ويرى خبراء الأعمال الزراعية في بنك أستراليا الوطني أن خفض الإنتاج في البلدان الرئيسية المصدرة سيزيد من التحديات الكبيرة التي تواجه قدرة أجزاء من العالم النامي على شراء الغذاء. واتخذت أسعار الأرز مسارا صعوديا منذ منتصف العام الماضي حتى وصلت إلى ذروتها في 23 من مايو الماضي عند 17.47 دولار للقنطار، لكنها تراجعت حتى 16.22 دولار منتصف الشهر الماضي، وتصعد مرة أخرى لتسجل 17.2 دولار للقنطار وفقا لفوربس أغسطس 2022. بيانات من إدارة الطقس الحكومية أظهرت أن أكبر ولايات منتجة للأرز في الهند سجلت عجزا في هطول الأمطار الموسمية يصل إلى 45% حتى الآن هذا الموسم. يمثل الأرز الهندي المزروع في الصيف أكثر من 85% من إنتاجها سنويا، والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 129.66 مليون طن في موسم حصاد حتى يونيو الماضي.
أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيع العالمي استمر في التباطؤ في يوليو، محافظا على اتجاهه النزولي لمدة شهرين متتاليين. بالنظر إلى التغيرات في البيانات من الدول الكبرى، انخفض مؤشر الطلبات الجديدة في يوليو بشكل عام عن الشهر السابق، وكان مؤشر الطلبات الجديدة في الصين والولايات المتحدة وألمانيا أقل من 50%، وتشير القراءة التي تزيد عن 50% إلى التوسع، بينما تشير القراءة أدناه إلى الانكماش. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.